أكيد ننتقل من الرياضة إلى الثقافة، حيث افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة رسميا مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية، ليكون الذراع التعليمية لمتحف الشندغة أكبر متحف تراثي بدبي، وذلك في قلب حي الشندغة التاريخي اللي يحكي قصة ماضي دبي ويستشرف مستقبلها. بنتكلم أكثر من مشاهدينا عن المركز أكثر من خلال لقائنا مع ضيفنا الأستاذ سالم هلال، ضابط أول إدارة البرامج ثقافية والتراثية في قطاع ثقافة والتراث. مرحبا بك وحياك الله ويانا يا مرحبا بكم سهلا حياكم الله يا مرحبا بكم وأنا سعيد بهذا اللقاء وياكم. نعم أستاذ سالم، لو تخبرنا عن المركز بشكل مفصل. المركز الله يسلمك له دوراته، يعطي دورات في التلي ويعطي دورات في سف الخوص وقرض البراكع. هاي الدورات يقدمها المركز للمتقدمين، وحين المتقدمين ما شاء الله الجيل الجديد. نعم، من الطلاب لهم اختصاصهم في هذا المركز، أما الطالبات اللي هم نحن مبتدين الحين بالطالبات اللي هم لهم قرض البراجع وخدمة التلي. جميل. نعم. جدا، يعني ممكن هاي الأدوار وتقسيمها ما بين الشيء اللي يناسب البنات والشيء اللي يناسب الشباب. الشباب أكيد. نعم. بيكون له دور في تأصيل التراث، يعني في نفوسهم تعليمهم أشياء للأسف لو ما ركزنا عليه بتندثر وبتختفي. نعم، الحين شوفي طال عمرك هاي الأشياء الموروث الجميل اللي عندنا إحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ناخذ على سبيل المثال خدمة التلي. نعم. تجلس الأم تخدم. تخدمنا. البنت تشوفها. صدق. هذا كان أول، ولكن الحين المسألة تطورت. نحن لازم نواكب التطور اللي في المجتمع حاصل. يوم حين فتح المركز، المركز لا بيعلمك أشياء ثانية تقنية جديدة. تقنية جديدة. يا أيوة. مو بيدوية يعني ولا؟ بيدوية. تقنية جديدة في خدمة التلي. التلي أول كان يخدم بالطريقة هذه، لا الحين يخدم أيضا بالطريقة هذه، ومثل ما شفنا أن نحن نقدر نضيف على التلي بعض القطع المجوهرات، فنقدر نحن نركب على نحط يعني عليها مثلا. نعم. زخارف جديدة. زخارف. نعم، أنا أتكلم عن المهنة هذه كيف تطورت. نعم. من أنها كانوا يحطونها على الملابس، ولكن حين في بعض الجهات صار هذا المنتج يباع بغلى الأثمان. صح. ليش؟ وأنا شفته في بعض الأماكن قاموا حطوا عليه مجوهرات اللي هي قطع الألماس وبيع، سووا مثل أساور ومثل عقود بسيطة، فادخلوا من مجال إلى مجال، طوروا هاي الحرفة. نحن علينا ودورنا في هيئة الثقافة والفنون أن نطور هذا الشيء، نجذب الطالبة ونجذب الطالب حتى. نعم. نعرفهم على هذا الموروث كيف يقدرون يطورونه، حتى إذا كانوا عندهم بحوث، عندهم شيء، يدخلون على هاي الأمور بس على مقدار عمرهم. نعم. على مقدار العمر هم نحن نقدر نعلمهم. الحين نحن يوم نجيبهم على سف الخوص يجلسون يصفون الخوص، نحن المرحلة الأولى هي هاي، إذا طافت البنية من المرحلة الأولى في صف الخوص نجحت، اللي هي يسمونها البدية. بديه. نعم. والمتوصف يقول اللي ما يعرف يخيط ويسف ها ما يستوي ياخذونه في مكان ثاني يخدم ولا شيء، اللي ما يبدي ولا يسف ما له مكانه، لازم البنية تعرف تبدي وتخيط وتسف، هذا كله تعليمها من الأم. ولكن في المركز الحين أيضا نعلم هاي الحرفة نحن بس بطريقة حلوة، بطريقة مشوقة، قرض البراقع بعد بطريقة مشوقة، كيف كان البرقع يقرض، أول يبونهم يحطون ورقة ويكسفون الورقة ويخلونهم يقرضون البرقع، عقب ما يقرضون البرقع يودونهم على القطعة القماش الأصلية للبرقع ويقرضون البرقع. لكن حين البرقع كان أول غير، وحين شكله تطور مع الزمن غير، هني بعد يا التطور هذا موروث. صحيح. يوم تشوفون الأجانب ينشدون إليه. صح. شوفون البرقع. فما بالك إذا كان البرقع عليه شيء
يبصبص من المقتنع على شيء من المقتنع اللي يكون يبصبص كذا فيلفت النظر. دائما نحن نشوف في المهرجانات المرأة بكامل زيها يوم يطلعون خارج الدولة لا يشدون انتباه الناس اللي يكونون في البلادين الثانية عن الموروث الإماراتي. فحين الموروث الإماراتي هذا المتحف الكبير اللي هو في الشندقة وتتفرع منه المتاحف هذه كلها هذا شيء جميل شيء جميل ما شاء الله حين في الشندقة. شو اسم الشندقة قاعد يزاهي الحين صدق نعم جيت أنا في رمضان جيت ما شاء الله الوضع ردت هي مثل ما كانت أول لا الحين ما شاء الله وحين بعد الجو عندك هالجو روحه يسقط ما بنت لا يقومك من بيتك ويخليك أتي تشوف هذه المتاحف وتشوف الحرف اللي موجودة سواء من المتاحف سواء من الحرف سواء من المركز اللي الحين فتحته هيئة الثقافة والفنون. المركز ها من كم سنة؟ لا لا هالمركز الحين مفتتح الحين جديد سوى جديد وكيف الإقبال عليه؟ الحين الدورات ماشي ما شاء الله جروبات جروبات تأتي من الطالبات نعم المدارس اتفاق مع المدارس إن يبون جروبات جروبات في هذه الأمور ويبون يعني الدورة هذه والدورة الثانية والدورة الثالثة لين تتقن البنت الدورة وبعدين يعطونها شهادة في هذا الموضوع. حلو شيء جميل أتوقع سماح هاي الثقافة أو الطلاب اللي موجودين أو المشاركين هل هي مقتصرة على الطلاب الإماراتيين أو لا 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 أيوة على الكل والجميع جميل على الكل والجميع اللي يبغي يتعلم هي ويتفضل المركز حاضرين وفي الشوفة وبيراوون وبيعلمون كيف حتى في ما شاء الله بنات الجامعة بنات الثانوية يبغون يعرفون هاي المهنة اللي كانوا يمتهنها الحين ناس استووا وتيروا استووا تيار مو ورا هاي المهنة بقول هالشيء إنه هذا هو هاي تستثمر هاي الدورة تسوي لك مشروع نعم والمشاريع الحين ما أسهلها يعني نعم ما أسهلها فصار استثمار صحيح في هاي الخدمة بيزيد الاقتصاد بيزيد هذا ولكن منه بأيدي وسواعد إماراتية سواء من الأولاد والبنات هذا الشيء اللي هو يضع بصمة صدق. ويخلي هوية دولة الإمارات في تراثة له مكانة في العالم وهذا الباقي يختلف عليه اثنين إن مكانتنا ولله الحمد في العالم وبصمتنا موضوعة من يوم حياة الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه ذكرت في دورة واثنين وثلاثة كم مدة الدورات يعني كحد أقصى كم عدد الدورات اللي ممكن يأخذونها مجموعة طالبات مرسلين من مدرسة معينة أي أربع دورات تكفي البنت الفطين وهو ما تراها ما بالها مو بمعظم نعم حتى محطين شاشة والشاشة هاي تبين لهم كيف يستوي مخولة في الخوص إذا ما عرفتي أنت يا البنت بيتش لا تشوفين الطبقين تيبين الخوصة مع الخوصة وتحطينها تردين تشلين وحدة وتحطين وحدة وتخول فيهم لين تستوي عندك البدي عقب تفتهم البنية تفتهم ما شاء الله عليهم يونا من أول مرة لا يعرفون ولا شيء مرة تمهنوا في التلي وفي قرض البراقع أو في سف الخوص والأولاد وين ساروا؟ وين الأولاد؟ لا الأولاد قسمهم القسم الثاني اللي عندنا جد الحبال وعندك نحن نعلمهم شقاي الطراقة هاي المسألة نحن مخلينا حين نحن ابتدينا في هذا المركز ابتدينا بالبنات وحين عقب بننتقل إن شاء الله للأولاد وهذه المتاحف كلها موجودة اللي يحب يجي ويشوف ويثقف عمره يثقف عياله قبل بعد تثقف العائلة كلها لكن بسألك إذا في بس للكبار يعني لك أباء وأمهات ممكن يشتركون ويا بناتهم ويا أولادهم عادي عادي يون يشتركون ويشوفون ويتعلمون أيضا لأن هذا المركز ما فتح إلا لجل يعلم الجيل الموروث الشعبي اللي كان موجود قبل وما زال الحين وتعزز الهوية الوطنية فيها تعزز الهوية الوطنية 100% تتعزز الهوية الوطنية فحتى الطالبات نحن شفنا طالبات أبدعوا في هذه الأمور خاصة نحين عندنا أنا يوميت شفت قارضين البراقع ومسوين عليهم صور وأكثر شيء شدني في الورقة هاي اللي مسواي قرض البراقع احنا استعرضنا وياك الصور نعم علم دولة الإمارات الله جميل نعم. علم دولة الإمارات محطاي فما بالك في الأول البرقع اللي هو البرقع الغالي يسمونه برقع بالمشاخص يحطون عليه هنا نيرات الذهب نعم
فوق هذا كانت تلبس المرأة خاصة يوم عرسها، فمعروض أيضا هذا. فهذه ثقافة جميلة تراها، فيها ذهب وفيها جماليات وفيها خيط حمر وفيها خيط بالنسبة للبرقع وفيها خيط ملون وفيها خيط فضي، فهذه منظومة مترابطة بعضها مع بعض في تراث دولة الإمارات، لأن تراث دولة الإمارات زاخر بكل ما يحتويه، بكل ما يحتوي زاخر. وإذا جيتي عند منظومة البحر فرضا، إذا جينا عن منظومة البحر وفكينا رمز من نقول إني عند النهام، ناخذ من منظومة البحر جزئية النهام، جزئية النهام روحها تستي منظومة. سبحان الله. هذا هو اللي في دولة الإمارات. تراثنا موسوعة يعني. تراثنا موسوعة وتراثنا جميل غني ورمستنا حلوة، ولكن يبغي الباحث ويبغي المتدبر لهذه الأمور، ويبغي اللي يجلس مع كبار السن صحيح وياخذ منهم هذه المعلومات كلها. يا ما جلسنا وياهم ويا ما استفدنا وياهم، حتى رمستهم، إيماءاتهم، لونين، شقاي ابتساماتهم، متى يرفع الكلام، متى ينزل الكلام، هذا روحه موروث. هل على قولتهم بالإنجليزي حين يوم يقولون لانجويج بادي هذا هو موجود عندنا ترى نحن في الترحيب في الوداع في هذا موروث السنع، والسنع كله ينزل من القرآن والسنة. سبحان الله. ونكون الحمد لله كل إمارة عندنا تكمل بعضها. نعم شكرا. موضوع جميل. لا موضوعك جميل جدا، لكن ان شاء الله بنستضيفك في مرات جايه وبنتناقش في مواضيع اكثر يمكن تفصيليا، يعني كل جانب بنتكلم كل جانب بنقبضه، حتى ان شاء الله بنجيب لكم حتى الطلاب اللي اشتغلوا هاي المهنه بنجيب لكم اياهم ونقول لكم ترى تفضلوا هذا مركزنا وهذه الخدمة اللي خدموها وهذه الأعيان اللي تخرجوا من عندنا. جزاكم الله. جزاكم الله خير. مشكور الأستاذ سالم هلال، ضابط أول إدارة البرامج الثقافية والتراثية في قطاع الثقافة والتراث.